السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة ديالنا، كيفكم ولاباس عليكم؟ الموضوع نقول لكم خفيف دغيا، خفيف دغيا دغيا إن شاء الله. تربية طبيعية، تربية طبيعية إخوة، راه 100% تربية طبيعية. فكلما كانت تربيتك طبيعية فأنت في الطريق الصحيح من كل النواحي، من كل النواحي أخي العزيز. وكلما كانت في صحة جيدة وبعيدا عن الأمراض المنتشرة في الأواني الأخيرة، كلنا نعرف ونتجاهل، كنعرف الأمر حق كنتجاهل الأمور، لأن المشكلة أصبحت الاقتناء، وصعب أن تقنع أهل بالتربية الطبيعية، لأن المواضيع كثيرة كثيرة في اتجاه هذا، فهمتي؟ اتجاه المعاكس، اتجاه المعاكس، لكن الانعكاس يقع في أغلب المربين. دون أن أفسر ذلك، لأبقى في موضوعي باش ما ندخلوش في الشبهات بزاف. موضوعي هو إقليل الجبل، هذا إقليل الجبل، هذا إقليل الجبل الإخوان، راه مضاد حيوي كيرفع المناعة الطائرة، فهمتي؟ ومضاد الأكسدة، يعني السي والأو، وترفع جهوزية الطائر بشكل رهيب. إقليل الجبل هذه النبتة تتفيد فوائد كثيرة أخواتي، تتميز بفوائد كثيرة 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 الإخوة، منها طرد الغازات، خويا كيكون أمعاء النفخين عنده، فهمتي؟ ماشي كامل شي نفاه، الغاز عنده في الكرشوت، ما كنعرفو، خاصك تتنفس بني آدم، ما تنفسش شنو كيوقع المسكين مع هذا الطائر، لأن عندك الطائر مربي عندك. طرد الغازات وتعديل الأمعاء ديالو سبحان الله كيرجعوا في المكان ديالهم، يعني كما كانوا، كما خلق الله عز وجل، ما كيتخربقوش ولاو يدوروا، فهمتي؟ الأمعاء ديالو سبحان الله كيرجعوا كما هما. لهذا خصك تكون طبيب الطيور ديالك، كن طبيبا لطيورك، أسبابها وعلاجها والأمراض ديالها. أكثر الأمراض ديالها اللي كنشوفوا أخوتي هو الكبد، هو الكبد الأسباب ديالها، وهاديك النيجير وديك اللي تشريها من السوق، التراكم ديال الكبد، شنو كيوقع؟ التراكم ديال الكبد أصاحبي، الدرع صفراء، المهم الحبوب بزاف كتقدم الحوال والخرفانة صاحبي كيعطيها آخر المقلب، الدرع صفراء كيطحنا، وهادي الكبد كتشحام كيوقع الطائر في مرض وما كيعرفش، هذا هو المشكل. هذا هو المشكل الاخوان ديالنا، لهذا خصك تكون طبيب للطيور ديالك، كون طبيب للطيور ديالك بزاف، الا ما كنتش طبيب للطيور ديالك راك غتوقع في المشاكل. ضروري خصك تكون اخي طبيب للطيور ديالك، دابا ازيك تسناوني، فهمتي؟ لهذا خصك تكون الهوايه هذه، راه من اجمل الهوايات تربيه الطيور المقلين، راه بالنسبه لي انا من اجمل الهوايات، والهوايه اللي كتقوم بها في التجربه ديالك انت، كتكتشف المشاكل عام على عام، تبع شي ليلي ولا شي واحد اخر، اي قد تبعني انا شي معلومات وانا عاود تبعك شي معلومات، فهمتي؟ استفد منك عقل معلومة اللي كتنجح لك على كل عام، مثل ما كتنتج بها، وهذي ما يمكن لكش تبدلها واخا خويا يعطيك شنو ما عطاك، ما يمكنش نقول لك زيد هاي، لا لا لا، انت عارف اصاحبي راك نتجتي تبارك الله، ما يبدلكش، ولكن كتبها شي معلومة كتقول سبحان الله هذه انا كيقول لي عقلي كذا كذا، وهي عند الطريقة تستافد، كتستافد الاخوة، لان الاستفادة راه مفيد ومستفيد، هذا كيصلح خاه. من اجمل هذه الروايه، هذا كنقول الروايه، من اجمل هذه الهوايه ديال الاخوان الرائعه، هما اروع تربيه الحسن، طيور الزينه بالنسبه لي انا الحسن، افتخر كمربي، افتخر بزاف كمربي، اقوم بواجبي كما ينبغي في الحياه تجاه الطيور ديالي ان شاء الله، واعانكم الله، الله يسخركم. اي سؤال مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم. كاين بزاف ديال الادويه الاخواني الطبيعي بالحق في الايام الاولى، ماشي حتى يمرض لك طويه وتنفر عاد وخصكتين، لا لا لا، كيكون مسكين صافي، لا 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 لا، لا لحقتي باقي بالروح عليك بالكيماوي وما نعرف، ولكن في الايام ديالو الاوليه خصك اخاي
الذئاب غادي يهبطون به، ما عليك الا شنو يسمي الطبيعي والسياسه والتدفئه، التدفئه هي كلشي، التدفئه. اذا دابا نخرج بحالنا يجي الجبل الاخوان يمكن لك تقدموا في الاقفص كعشبه، انا عندي كبر هنايا راه كياكلوه فهمتي كيمشيو ليلو. بالنسبه للاقفص يمكن لك تقدموا كعشبه، الحق لا بغيتي تستافد منه مزيان وهو طيب مثلا هذا. حال هدايا ياك هذا كنعدلو في المشربيه بالليل كنقلبها، ولا غدا خلط خلط وكلو عطيها له في الصباح بكري، عندك نسالو عاود يصبح بلا ما. هذه راه كتحفزوا للتزوج، فيها الكالسيوم يعني واحد الشيء رهيب للتزوج ديالها هذه. ساعة نوريكم كيفاش كنعدلها في الماء، وانا قلت لكم ساهله يعني في الشرابه وما تما حتى شي حاجه نبدل عليها. حتى لو هنا يقدر ياكل شي واحد نشوف هو كياكلها. المهم خليكم ونسيم اللهم بارك يطلق تطير كيشموا لك الريحه. الزوبير هاو داخل الزبير خايب، هاو هاو الزوبير هذا على خاطر اللهم يسر الجميع الاخوان كما كتشوف ان شاء الله.
اللهم بارك تبارك الله وصلى على النبي الاخوان. كتشوفوا دابا ان شاء الله انا غندخل عندهم. علاش غندخل عندهم هاد الطريقه؟ الاخوه اللي عنده السلك راه دري تبارك الله ما شاء الله راه محترفه كيعرفوا هادشي. كنظن الناس اللي الدري اللي بقى مبتدئ بحالنا هنايا كاملين مبتدئين. غندخل عندهم دابا ونخرج. علاش غندخل عندهم؟ يعني في الصالح ديالك وفي الصالح الطويه. صالح ديالك وصالح الفقير. السلام عليكم زوبان. خافش غندخل عندهم. علاش؟ قلنا الصالح ديالك وفي الصالح الطائر. ويا اكثر يا الصالح الطائر الاخوان باش نهار اللي كيكون عندك الانتاج. بعد نوريكم واحد الزيتونه ما شاء الله. ها هي ساعة نوريها لكم وقفه كان عندنا جدال من هنايا. ما عرفتش كعجبك في الفيديو ولا لا اخ. نشوف كتبان كبارات كراتين عامله هنايا باش تشوفوها. الصلاه على النبي ريح. الزيتون راه عايشوا ياكلوا منا الاخوان هادي. عارفوا ما ان شاء الله عايشوا ياكلوا منا. عاد بان دابا راهي الزيتونه ضروري يعني ياكلوا منا. راه شفاء ودواء للومن اي حاجه. باش كتدخل عندهم قلت لكم الاخوان الصالح ديالك والصالح هذا الطويل الانثى الصالح ديالها هادشي. علاش؟ ملي كتكون عندنا البيض ديالها في العوش كتدور بعض الاعشاش ما كتعرفهمش يجينا في راسك. هيك يكون ربي كيسخر الامور الانتاجات. بعد العيش ما كنعرفوش انت ما كتشوفوش. انت كتشوفو بالصدفه ولا كيكون عساس. ملي كتدخل عندها السلكه باش تمكن شي حاجه ولا هادي كتعمل برر كطير من العوش. تقدر تطيح لك بيضه تقدر تطيح فولاده دوغلا. المهم كيوقعوا المشاكل الحق. لا كتمد مولفه عليك داخل خارج عليهم كتعرف بان انت هو الصديق ديالها اللي كتجيب لها الاكل وتاوم ديالها. صافي كتدريسها معاك وما كتبقاش تخاف منك. هذه هي الرساله اللي بغيت نوصل لكم. وصافي نخرج بحالي دابا ونخليكم تولعوا على شي حاجه في هذا الشيء ودعوا لنا بالتيسير الاخوان. دعونا الله يجازيكم بخير. سمحوا لنا للتصوير ساعه ساعه كيكون ماشي هو هذاك الموتور. راني فهمت مديهوش عليا راه اخوكم مبتدئ ولكن كنحاول نوصل الرساله قد الاستطاعه. هذا ماشي بحالي كيتسناو من الطياره. انا في حالي يلا كيسمع الذكور كيعمل هيا يا شوف كيسمع هو كيعرفوني. هذا السلام شوف